وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبيدلي العبيدلي، رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات. أهلا بك أستاذ عبيدلي في نشرة الثالثة، وتحدثنا عن دور شركات تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين في هذا المجال. مساء الخير، أرحب بكم شخصيا وأرحب بتلفزيون البحرين ومرحبا بالمشاهدين الكرام. أولا كنت دقيقة في طريقة صياغتك للسؤال، فطرحت تعزيز وليس بناء، بمعنى أن هناك سابقة في العلاقة العمل المشترك البحريني السعودي تشهد عليه يعني علامات حقيقة منيرة يستهلها جسر البحرين وجسر الملك فهد ومصنوع ألبا للألمنيوم وشركة البتروكيماويات وسلسلة أخرى من المشاريع العملاقة التي تزخر بتشكيل الأشكال التعاون أو بناء أشكال التعاون بين المملكة أو بين المملكتين. ولكن ما يضفي بعدا جديدا على هذا اللقاء هو أنه نحن نتحدث عن تقنية الاتصالات والمعلومات. أولا نحن نتحدث عن سوق سعودي، والحقيقة بتكون يعني مفتوحة للشركات البحرينية، لكن نتحدث عن سوق يضم أكثر من 6 ملايين مستخدم للإنترنت، ومعدل انتشار الهاتف المحمول يتجاوز 100%. وفوق ذلك تتكلمين عن سوق قيمته يعني الإجمالية تصل إلى 47 من مليار دولار، وبنمو مركب سنوي يبلغ حوالي 6.2%. إذن هناك مجال واسع أو سوق واعدة سعودية واعدة أمام الشركات البحرينية. نعم. طبعا هذه السوق وهذا يعني خلي نقول الترحيب مركب يكتنف تحديات. اول التحديات انه هو كما ذكرت في المعلومات انه هو سوق كبيره، وبالتالي هي تجتذب اللاعبين الكبار، ومن هنا يجب ان تكون الشركات المحليه التي تطمح ان تخترق السوق السعودي مهيئه للتنافس، ليس مع منافسين صغار كما عهدناه في السوق البحرينيه، وإنما سوق كبار بما في ذلك شركات سعودية. ولا أتحدث هنا فقط عن الشركات العالمية التي لبعضها أيضا تواجد في البحرين. نعم. هذا أول شيء يعني يجب أن تأخذ الشركات البحرينية الباحثة عن مكان أو موقع قدم في السوق السعودية. الشيء الثاني يجب أن تكون مبتكرة، بمعنى أن تبتعد عن تقديم حلول أو خدمات تقليدية أو متوفرة في السوق السعودي. يجب ان تكون لها يعني تاخذ قطاع معين وتتعلق تكون مبدعه فيه او مبتكره فيه لكي تستطيع ان تنافس الشريك او المنافس السعودي. نعم. الشيء الثالث، لا يمكن للشركه البحرينيه ان تذهب منفرده للسوق السعودي، عليها ان تبني يعني شراكات استراتيجيه مع الشركات السعوديه وليس الشركات القادمه للعمل في السوق السعودي. نعم أستاذ عبيدلي، يعني في ظل التطور الذي يشهده هذا القطاع في المملكة، حدثنا قليلا عن قدرة الشركات البحرينية على المنافسة إقليميا ودوليا. أنا أعتقد أن البحرين برغم صغرها ولكن يعني عندها القدرة على المنافسة وعلى تقديم بعض الحلول خلينا نقول مبتكرة. وللعلم انتهز هذه الفرصة لكي أقول لك أنه أول من عرب ويندوز أو يعني اللي قدم شركة مايكروسوفت هو بحريني، وهو اللي يعني وضع أول خطوات على تعريب نظام التشغيل ويندوز. بالتالي البحرين عندها خبرة في قطاع تقنية المعلومات يمكنها أن تزاحم به ولو بمستوى صغير ومحدود الشركات الأخرى بما فيه الشركات العالمية. عندنا خبرة حقيقة حتى في التقنيات الجديدة فيما يتعلق مثلا فيما يسمى بالاي ار في ار اللي هو اوجمنتد رياليتي وفيرتشوال رياليتي. بعض الشركات حققت مشاريع وانجزت مشاريع في السوق السعودي بناء على شراكات مع شركات دوليه واستخدام او الاستفاده من خبرات بحرينيه. البحرين من اوائل البلدان العربيه التي نفذت مشاريع تقوم على ما يسمى بالكتل او سلاسل الكتل البلوك تشين، ونفذت في مشروع يعني جدا متقدم لا علاقه بما يسمى بالفنتك او التقنيات الماليه او السوق الماليه.
هذا يعني هذول نموذج مثالين على يعني عندي قائمة لا أريد أن أشغل يعني وقتك بها، ولكن علينا في أن يكون هناك تكامل أو زواج كاثوليكي بين الدولة والقطاع الخاص. نعم. وأن يذهب هذا معا للسوق السعودي. نعم بلا شك. شكرا لك الأستاذ عبيدلي العبيدلي رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك.